قرآن ككريم كموه نسيا ومعجز وين ربنا من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذلة إنكم هذه نعمة كل دون إلهي سبحانه وتعالى إنكم معيي ويكم يتمر كان نعمة الإسلام والإيمان نعم كإلهي سبحانه وتعالى ويلي وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعم كإلهي سبحانه وتعالى وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها نعمك إلهي إنه بلن قاعدة هدين إلهي يقوم هذا نقنو إن إلهي إنه سيادنا أي إلهي سبحانه وتعالى ولا إن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم من عذاب إلا شديد إلهي سبحانه وتعالى يركم هدين نعم كيساك وإنه مغضي كوي نقر صنبا بارك الله فيكم حلقة دن وحلقة دين كواد إنه كو مركا نصائح كسينا إنه دادك مركا الله امتحامي أما دادك مركا وحي ابتلاق وكدعي قارة هان دادك مركا حنون سنة أي حنون نذا إلهي سبحانه وتعالى ومركها كل وقرينا حنون مركها يكون عان وحبين الله الكريم أنه مركها كود بلاب الدونا بالقفك مريض كا يو حيالا لو قبع هي آذابت مركها إنه وحوي يعني كل رقم أولي مادو قبل هذا وحن كور رئيسين إن إنه يهي ابتلاق وحليها بلنقاد إلهي سبحانه وتعالى وبلنقاد إلهي بوحد ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأنفس والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي سبحانه وتعالى وحي إنه الشيخ إن الدنيا تندى الدنيا تدار الامتحان ذاتك ابتلاء امتحانك للدون أي كل عيان وهي إلهي سبحانه وتعالى أنت دارت أي وحي وايد امتحان إنا ووحي امتحان أي الدنيا أنت جوكتان مركا إذا كل عاية مركا سي إلهي وحي مركا وبشر الصا وحي لو بشارين أي نوى كوي وكوى إلهي سبحانه وتعالى وحي وكقدري أي وقري مركا كصبراية وحاسو اي كوميد يهين مركي الهي وشيغين مركا الله يسكو امتحام ايو وحاو يان عبسي يو حيالا كالبا الهي وشيغين مركا الله يسكو امتحام ايو نقصي يان نقصان قليس حق حولا حق النفا حق بريه بيرا ينكو قو سنيني ايا الهي سبحانه وتعالى وحو الرعي وبشر الصابرين الذين اذا اصابتوا مصيبة قالوا انا لله وانا اليه الراجعون كل لو بشارينا وكو مركا دبات السوق قادو نفهو ده اما اوبد كوده اما اهل كوده اما هنتيدو ده وكو ورنا يا إنا لله وإنا إليه راجعون مرقاسة إلهي سبحانه وتعالى وحاو يري وحكوا ربي يقوب الشاريي وإلهي سبحانه وتعالى وشيغي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن كوا سين كوا إلهي سبحانه وتعالى اكتسا كأمانا وإلهي اكتسا لكأماني سيدو كرين يهين كوا إلهي سبحانه وتعالى اكتسا نحريس كيلاي إن هدايو إيا هنون مركاي هايستان مركا قفك حنون سنايا وحن لنا مركب كود وينود عين إن إلهي سبحانه وتعالى وكر قاد حنونك إن إلهي حنونك عافماد وجب الدلو مرلباتك وحن لنا واحد شراء وفي مركب الله امتحانه حنون صدر نلا فرب بدن أو حسنات مركب وكدي كرا أو كفى إذا صن كرا وحيلا فرب بدن أو سبب النقص كرا إن إلهي سبحانه وتعالى حنونك وكر رفعيه مركب كود آداب تلقى الدنيا يقفك مريض كا وحائته إنه أجاده أن هذا المرض إنه كين بقضاء وقدر إن إلهي سبحانه وتعالى قرآن الكيسة يقدر عليه وحكو يمي أي تاي وآني مركا وحيالا كلا مركا آني كو إيمان نبي الله إبراهيم عليه السلام أي إلهي سبحانه وتعالى وحي إنه قوره في القرآن الكريم نبي الله إبراهيم وكتب الرؤى بديد أي أصنام تي تلكي أي عابدين ومركا لمركا وحي بري أي كاي وحنان عابد إستان إلهي السكري عدو باني إيهين إلهي سبحانه وتعالى مركا لقريبه مركا سا إلهي سبحانه وتعالى وحا كسف يولي الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يدعمني ويسقين وإذا مريضت فهو يشفين الله مركا أن حنون صدو يدوين أي سوى عافمات كيسين أي مركا قفك مريض كي حنون سنة يوين أقادو وحويا أن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى وأن هذا المرض أنا وحا أكون يا محنون كنا وحا أكون بقضاء وقدر إنه سيد أسمرك أؤمنه وسيد أمرك أرمي سنادو أي أمرك مهمة أنت أمرك اللي جه لا يقفك أوجادو وحنين أي أمرك أي تبتلاء امتحان مرلباتك أوجادو إن وحوي يعني إلهي سبحانه وتعالى جعنتي سدود أمرك أي كجرتو وحيالا قفك اللي قد دون أي مريض كا أو نقول أي أمرك السبب إن أمرك فرج ويهلا بعد الكربة
kurbada iyo ibtilaa ayaa ku dhacay dabadi inuu faraj helo. Waxaa markaa ka mid a qofku markaa inuu sabro oo ku sabro xanuunkan markaa ku dhacay oo ku sabro ibtilaagan markaa ku dhacay oo ilaahay subxaanahu watacaala ajar uu kaga doono. Nabiyullaahi ayuub calayhi salaam ayaa ilaahay laba meelooda qur-aanka kariimka ka mid a rabbi inooga waramay inuu nabiyullaahi ayuub xanuunsaday. Weliba sida nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidiisa ku soo aroortay, nabiyullaahi ayuub wuxuu xanuunsanayay muddo 18 sannadooda, weliba xanuun markaa culus uu ku dhacay, weliba waxa u raacay inuu ubadkiisiina waayo, ehelkii hantidiisiina markaa uu waayo, iyo xanuunka intaasaa markaa isu raacday. ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yihi wadkur cabdana ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya shaytaanu binusbin wa cadaab. ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegay nabiyullaahi ayuub calayhi salaam inuu ilaahay baryo, ilaahay gacmaha u taagay, isagoo leh markaa ilaahayow shaydaan ayaa markaa igaadhsiiyey markaa dhibaato iyo markaa cadaab igaadhsiiyey. culimmadu waxay yidhaahdaan maxay ahayd markaa shaydaanka nisbadana u nisbeeyey dhibaatada markaa haysata. culimmada qaar waxay leeyihin shaydaan ayaa waswaasiyey oo ku yidhi waxa weyaan, haddaad nebi ilaahay tahay maxaa xanuunkani kugu dhacay, muusan kugu dhacay? markuu qalbigiisa taa ku tuuray ayuu markaa nabiyullaahi ayuu markaa oo arrintii taathiirisay, markaasu wuxuu ka baqday inuu markaa uu dembaabo oo ilaahay subxaanahu watacaala arrintaasi markaa dembi lacagtiisa looga qoro, dadna markaasuu ilaahay subxaanahu watacaala baryo markaasu ana masaniya shaydaanu binusbin wa cadaab. ilaah bimacnaa ay caafi ayaa markaa ku jirta meesha, dadna ilaahay wuxuu kuhi urkud birijlika haada muqtasarun baaridun wa sharaab. ilaahay subxaanahu watacaala waxaa u sheegay dawada meesha uu ka helaayay, halkii uu jiifay cagaa halkuu ku haya dhulka la dhac baa la yidhi, dadna ilbiya aw qabow baa ka soo boodaysa, ishaa markaa ku maydho, maydhashada markaa dushaada ku maydho, xanuunkii dusha kaa hayay baa bogsan, aad ka bogsanaysaa cabna, oo xanuunkii gudaha kaa hayayna waxaad noqonaysaa markaa mid ka ladnaada oo ka bogsada, ayaa nabiyullaahi ayuub calayhi salaam lagu yidhi. nabiyullaahi ayuub oo xanuunsaday nebi ilaahay doortaya, ilaahay waxa uu ku sifeeyey markuu ka waramay qisadiisa fi suurati saad, waxa ilaahay yidhi innaa wajadnaahu saabiraa nicma alcabdu innahu awaab. ilaahay wuxuu yidhi waxaanu markaa helnay ama aanu markaa waxa weeyaan ka helnay nabiyullaahi ayuub calayhi salaam inuu ahaa markaa mid sabir badan, nicma alcabdu innahu awaab, addoon markaa is waxa u nimco lahaaday ayuub, waayo wuxuu ahaa mid ilaahay subxaanahu watacaala u noqod badan, oo ilaahay subxaanahu watacaala xuska uu xusaya ay fara badan tahay, oo baryada ilaahay subxaanahu watacaala uu baryaya ay badan tahay, wahuwa fii hadi alxaala, isagoo markaa xaaladdaa ku sugan. marka waxaan leenahay qofka xanuunsanaya min asbaabi alfaraj waxaa ka mid a an takuuna saabiran, inaad sabirto, waayo ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi ayuub asbaabti markaa farajka markaa lagaga kor qaaday ilahay waa inoo farajka markaa uu ku helay ee xanuunka lagaga rafciyey, ilaahay wuxuu yihi innaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu innahu awaab. markaa sabirku waxa uu ka mid yahay min asbaabi alfaraj, waxyaalaha qofka ilaahay subxaanahu watacaala agdiisa markaa caafimaad uu kaga helo. walaalayaal, sabirku waa khayru cawnin, waa waxa loo kaalmaysto waxa ugu khayr badan ee masaa'ibta laga baxo, waayo ilaahay baa wuxuu wastaciinuu bisabri wasalaa ina allaha maca asaabiriin. ilaahay dadka muuminiinta wuxuu ka amray inay kaalmaystaan sabirka adkaysiga iyo salaada inay kaalmaystaan oogitaankeeda, markaasaa ilahay wuxuu yihi ina allaha maca asaabiriin. ilaahay waxa uu la jiraa kuwa markaa sabraaya, oo sabirkii intay laga horreysiiyey salaadii oo sabirkii la xusay ayaa salaadii lagu xigsiiyey, markaas haddana mar labaad kuwii sabraayay ilaahay gaar u ammaanay, oo ilaahay uhi markaa ina allaha maca asaabiriin, ilaahay subxaanahu watacaala kuwa sabraayay ayuu la jira. marka qofkii mariidka ahaa ee xanuunsanayay, xanuunka ayaa nooca uu doono ha ahaado, waxaynu leenahay isbir, ilaahay baa waxa uu ku ballan qaado, ilaahay baa waxa uu yidhi ina allaha maca asaabiriin, ilaahay baa wuxuu yihi wastaciinuu bisabri wasalaa ina allaha maca asaabiriin. marka qofku inuu sabirka markaa kaalmaysto, ma ogtahay qofku hadduu xanuunsado xanuun uu culusi uu ku dhaco ama xanuun markaa aan cuslayni oo uu sabro, inuu ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa xasanaad iyo ajar markaa fara badan uu ka helaayo. anas ibnu malik radiallahu tacaala canhu ayaa rasuulkeeni maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka wariyey inuu rasuulku uu yidhi, waxa ilaahay ba xadiid alqudsi waxa uu ku yidhi, markaan imtixaamo addoonkayga, aan ka imtixaamo labadii uu jeclaa ee uu sabro, waxaan markaa ugu bedelaa janno. waxaa labada uu jecelayna waa labada indhood, ana addoonka labadii indhood buu waayey, waa indhabeelay. markuu indhabeelayna wuu sabray, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyay cawadtuhu minhum aljanna, waxaan markaa ciwad u siiyaa janna ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u leeyay. marka waxaanu ognay labada indhood qiimaha ay qofka ku leeyihiin iyo agtiisa markaa ilaahay subxaanahu watacaala lixaadkaasi ilaahay markaa waxay ugu deeqay qiimaha uu leeyahay ayaynu ognay. sidaa daraaddeed qofkii waa inuu sabirka ku dadaalo oo adkaysto. sidoo kale abu hureyra wuxuu nebiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu rasuulku yihi maa yusiibu lmuslima min nasabin walaa wasabin
ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه. حنبي يقول لي عليه الصلاة والسلام قفق مسلم كاكم أدع الدال يا حنون يا ورور من مروقه حتى قد أحد مدبا نبي يقول لي عليه الصلاة والسلام إلا إلهي وحوك قد عفا مركا دنبي أيوه قد ترى مركا دل حنون ستوقو حنون كاكا دنبي أيا لا قد ترى إياه ويلفتك حديث قصة أروري أهمركا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب كلمة الوصب وهي علم دنيا والمرض مركا قفق أدو حنون صدو وحويان أو صبر إسكات كيستو وحي إلهي سبحانه وتعالى وسيني زيادة الحسنات يا أجر فربضا أي حق إلهي سبحانه وتعالى وكيلية مركا وحي سوي دين له هذي نقطي وحويان حلو يقاني صبركي هدو نقضي من أسباب الفرج هدو نقضي مركا سهي وقادنا أي قف كستا قارا هان قف كيلباتو دا قفستي وقادنا أي هذي سيداس أي نقطي وحي مركا سوي دين له محايتاي مركا قف كمسلم كا وحيالا أقو كالمين أي waxa loo yaqaan waxa weeyaan sabirka waxa qofka uu kaalmaynaayo waxa uu kaalmaynaayo dhowr arrimood ama arrimo marka farabadan arrimahaas waxa kamida inuu qofku eego ila man huwa ashad minhu balaan qofka masiibo badan qofka daran haday lagu ku xanuunaysan aad eegto qof labaduba ay xanuunayaan hadaad marka ilaahay ku xanuunto mid inda beele inaad eegto haday meel kale ku xanuunayso inaad mar walba ku ka daran aad eegto nin xakiim ayaa wuxuu anoo ooyay ولو يا كبالا ان ويل مدو يقوبان ايسو ايان شوشي وهاوي او هنتي ايان شوشي ووركي وهان شوشي مركان كوسو بحي نن ان عجبالا هين ان كوسو بحي مركادات كبالا ان لو يسو وعجل مركان بدان عجبالا هين ويلاي سبحانه وتعالى اجي ان او بسامين ما اجي اسدو بين مركاو ريامي هداد لو يسو مركاد ضعف البصر كوكولا هاي وحجر مدان ان دبالا هاي هداد لو يسو ان مركان مانتي هل يوم وحنتو هل مراد وحنتو oo ku arsa rusqo ugu yar yahay waxa jira midan markaa maalintii lagay 24 saacadood inoo marnaba waxba helin arinta kale inoo ugu qofka uu kaalmaynaysa waxa weeyaan sabirka waxa ay tahay inuu qofku eego ma'adallahu lis-sabirina min 'adim al-ajr wa thawab inuu eego waxa weyn ee ilaahay subhanahu wa ta'ala u diyaariyay hasanaad iyo ajra kuwa sabraaya inuu markaa taa uu eego sidoo kale waxa inoo kaalmaynaya sabirka inaan ku dadaalno qofku inuu ku eego ina nasiibadan ku dhacday jirkiisa ama ku dhacday xoolahiisa ama ku dhacday marka ehelkiisa inaanay gelin marka diintiisa aanay gelin way masiibada ku dhacday diinta ayaa ka weyn masiibada ku dhacda waxa weeyaan adduunyada ku dhacda masiibada adduunyada kugu dhacda waxa laga yaabaa ifka waqti kamid inta noosh inay kula socoto haday ugu dheeraatana intaad noosho dhan inay kula socoto adduunyada joogto laakiin masiibada diinta ka gasha waa masiiba daa'ima takuna ma'aka fi dunya wa takuna ma'aka yawm al-qiyam waa kula soconaysa adduunyada qiyaamana tumarka ku raacda ayaa marka ay noqonaysaa marka xaqaan in qofku Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga mahadnaqo oo uu ka mahadiyo marka uu ku sabro maadaama masiibadan ay noqon weydo tumarka diintiisii gashay arinta afraad ee qofku sabab u noqonaysa marka inuu sabra waxa ay tahay inuu ku cibro qaato dadkii ka horreeyay oo horti la imtixaamay ee saalixiin iyo marka anbiya balaha inaad eegto adduunyadan imisa nabi ayaa lagu imtixaamay oo soo maray marka imtixaan uu ku dhacay imisa nabi ayaa xanuunsaday imisa nabi ayaa gaajooday imisa nabi ayaa markaa dhibaato soo gaadhay imisa nabi ayuu cadow dhibaateeyay ilaa ay soo gaadheen ambiyada ilaahay subxaanahu qaarkood ambiyada ilaahay in qaarkood la xiro oo jeelasha markaa ay galaan qofkii muuminka ahaa waxyaalaha farajka u ah waxaa ka mid ah inuu sabro oo ku sabro ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu qadaray ilaahayna uu rajeeyo inuu markaa faraj u imanayo oo farajkii mid u imanayo markaa uu yahay marka ama ha dhawaado ama ha dheeraado inaanu taa iska dayicin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaanu ka baryayna in ilaahay inaga dhigo kuwa ku sabra daacaadkiisa kana sabra wixii ilaahay ka xarimay ku sabra qadarada ilaahay ee muulimka ee qofka xanuujiya waya sabirku waxa uu qaybsamaa saddex qaybood inuu qofku ku sabro ilaahay subxaanahu wa tacaala daacaadkiisa inuu ka sabro wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xarimay inuu qofkii ku sabro wixii qadar ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qoray ee aqdaaru llaahi lmuulima ah ilaahay baan ka baryayna tarbi towfiiqdayna waafajiyo wa sala allahu calaa rasuuli illahi wa cala alihi wa saxbihi wasalam.